تنتشر زراعة الزيتون السوري بكثرة في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة بعد جلب بذور الزيتون من مدينة عفرين ونجاح زراعته في الإقليم. نعم سليمان محمد شيخ وهو أحد المزارعين الذين زرعوا الزيتون في الإقليم بنحو 50,000 شجرة ليبدأ بقطف المحصول هذا العام، كما توفر هذه الأراضي المزروعة كثيرا من فرص العمل خلال قطافه وعصره. يعمل هنا عشرات السوريين في قطف الزيتون القادم من سوريا إلى أقليم كردستان العراق، إذ يعملون على جمعه قبل إرساله للمعصرة التي ستنتج زيت زيتون سوريا عالي الجودة. بالنسبة لمشروعي هنا عملت عليها من سنة 2009، زرعنا أول شجرة في هذه المنطقة وهي منطقة زمزمين، تقدر حوالي 50,000 شجرة. بإضافة إلى مشروعنا قمنا بعدة مشاريع هنا في هذه المنطقة وخارج المنطقة حتى وصلنا إلى مناطق أطراف كركوك، قمنا بزراعة بألتون كوبري 35,000 شجرة، أيضا مزرعة كبيرة جدا. اخترنا الأصناف التي تلائم مناخ إقليم كردستان، فالصنف اللي اخترناه هي صنف خضيري، صنف خضيري بنوعي نيبالي وخلخالي، هي تتحمل درجات الحرارة العالية والبرودة العالية. في عندنا هلق الأشجار أعمارها بتجاوز 13 سنة، كل شجرة تعطي الآن عرفت كيف من 50 إلى 75 كيلوغرام من الزيتون، تقدر إلى 20-22 لتر زيت زيتون. أبو سعيد. أي والله. تهلا. نحن لما بنجي بين الزيتون بيكون أحلى أيام حياتنا. إيش عمله شوي متعب، لكن بالنسبة لنا أحلى عمل. نأخذ الزيتون نشتغل في الزيتون، نأخذ الزيتون نأخذه على المعمل، بيعصروه بيطالعوا منه زيت. والأشجار هاي اللي شايفها أنت حتى بذرة جاية من عفرين، حتى بذرة الأشجار هاي يعني الأشجار هاي عمرها أكبر شجرة بتقول عمرها في 8 سنين 9 سنين، لكن بذرتها كلها شتلة جاية من عفرين. والله زارعين هون بكردستان، وإن شاء الله تطلع أحلى زيت وأطيب زيت وتتوزع على العالم كله. والله الزيتون يعني شيء صار ماشي بدمنا بدك تقول، وجايين لهون أول موسم عم نشتغل فيه، وبيذكرنا بعفرين وأيام عفرين الحلوة. وفي أشجار كامشة وفي أشجار مو كامشة. الموسم بأوله بناخد الزيتون وبنوديه على المكبس، بيكبسوهم بيطالعوا منه زيت وبيبيعوه بوزعوه بكردستان.